بالرغم من وفرة لوازم الحلويات بأشكال وألوان مختلفة، إلا أن ارتفاع أسعارها بات يؤرق ربات البيوت مع اقتراب عيد الفطر المبارك. إنه كاين يعني كاين حوايج وكاين حوايج والله بدي يعني الشهر تاع وسمو ما يقدرش أنا نقولها لك، والله بدي بزاف شعلت بزاف. هكا كي نسمعوا هكا يفرحونا يقولوا لك دوك تحبط دوك هكذا، كي نجوا نضربوا دورة ولا كيف كيف. زمان نهار كنا وكان رحمة ربي والله بدي نديروا حتى 7 صناف. إيه كاين فاميليا كاين اللي متمدي كاين، بصح هكا واحد يدير قيس قيس ورحمة ربي وخلاص. البخي اللي طلع ما طلعش من اليوم عنده شحال، باغابوغ كيما كان قبل راهو كيف كيف ما تبدلش. دوزان تاع الكاطو باغابوغ دوزان تاع الكاطو كيف كيف كيما كنا العام اللي فات هذا العام. انا بوغ موا ندير حاجة كيما نقولوا بازيك، كيما نقولوا ندير موديل واحد لوز، بصح الاخر كاطو ساك دو موديل كاطو ساك شوكولا هكا. ما تسقمنيش بزاف، 4000 دينار 5000 دينار او ماكس. تجار محلات بيع لوازم الحلويات لهم رأي آخر في الموضوع، حيث يؤكدون أن الأسعار تشهد استقرارا مقارنة بما كانت عليه في السنة الماضية. أسعار هذا العام راهي مليحة بارابول العوام اللي فاتوا. نشوفوا لي بري في متناول الجميع، يعني الكاوكاو هذه الخطره زاد هبط، داري يامات العيد يزيد يطلع، هذه الخطره زاد هبط مليح، راهو كان 50000 راهو 45، اللوز كان 170 180 راهو في 150 160، صافا لي بري سبان. لان نشوفوا العيد راهو يقرب والاسعار راهي تتنازل، الاسعار راهي بدات تهبط خير من اللي كانت قبل. انا نشوفوا لي كان جول الاخرين هذوما الناس هي بدات تقضي على البكري، داري يخلوا روحهم لا دينيير مينوت، بصح نشوفوا العام هذايا الناس هي بدات تقضي بدات تنقص، الناس بدات تخرج بلي ليست تاعها يشرو ينقصوا، يقول لك جو بريفير نقص اليوم خير من الغدوه باش لا ليست تزيد تخفف لها شويه. لي بري صافا بالمعقول الحمد لله، كاين كاين كل واحد وسمته الحمد لله كاين بالمعقول تاعو. صنع حلويات العيد في البيوت يبقى تقليدا راسخا لدى غالبية العائلات الجزائرية التي وإن اشتكت من الغلاء فهي متمسكة بالعادات والتقاليد.